عندما يتسيد الظلم في أي مجتمع، وعندما تهمل صرخات الناس، فهذا يؤدي بنا جميعا إلى طريق الهلاك. والله سبحانه وتعالى مقت الظالمين ونهانا كثيرا عن ظلم بعضنا للبعض الآخر، ودعا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في أي مجتمع. وفي كل رسله وأنبيائه وكتبه المقدسة التي نزلت إلى الأرض كانت تشير إلى نقطة مركزية في غاية الأهمية، واحترام الإنسان. لذلك جاءت مقولة: بأي حق تستعبدون الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ فالإنسان وفقا وطبقا لمبادئ السماء حرا منذ أن يكون نطفة وجنينا في بطن أمه حتى يتوفاه الله. هكذا تريد قيم السماء. وعندما تصبحون حكاما ومسؤولين وأصحاب قرار، أول شيء في دستور أعمالكم يجب أن تكون هذه القيم وهذه المبادئ وهذه التشريعات دستورا تتعاملون به. ولسنا مع الحاكم الذي عندما يصل إلى هذا الكرسي اللعين يميز نفسه ويعتبر نفسه أنه من الدرجة الأولى والآخرين من الرعايا. نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلنا نعيش في هذا المجتمع، وكل مجتمع يجب أن تكون فيه قوانين، والقوانين التي تكتب أو تقر أو تشرع يجب أن تكون خادمة للإنسان وتعز وجوده. أما عندما تصبح السلطة شهوة عند الآخرين فهؤلاء ليسوا حكاما، لأنهم يتعاملون بغرائزهم. والغريزة هي من صفة الحيوان حين يغيب عنه العقل. فنحن نحتاج إلى قادة وآباء حقيقيون يعرفون كيف يتصرفون وكيف يؤدون الخدمة وكيف يسمعون. الوزير، الرئيس، النائب، البرلماني، المستشار، المدير العام، الغفير، الموظف، بالاستعلامات ومن لف لفهم، يجب أن يكونوا بمستوى المسؤولية. لذلك في العراق تعقد المشهد وتم تدمير النسيج الاجتماعي، وقد صرفت المئات من المليارات من الخارج والداخل على تدمير النسيج الاجتماعي العراقي، لأنه واحد من عناصر القوة التي تفوق حتى أسلحة الدمار الشامل، هي قوة العراقيين وترابطهم مع بعضهم البعض. ولذلك أرادوا لهذا النسيج أن يدمر، ولكن طالما هنالك من يسمع هذه الصرخات وطالما هنالك من يستجيب، ما زال وسيبقى كل الخير في العراق.